من أرقى سن. احنا طبعا في حالة من البلاغات مستمرة ومتتالية، واعتقد ان خلاص يعني مصر كلها هتبقى تقريبا عند النائب العام خلال ايام. بالامس قلنا لكم ان في 169 شخصية قدمت المحامي جماعة الاخوان المسلمين قدم فيهم بلاغات، النهاردة اضيفت اليهم بلاغات اخرى ضد بقى الدكتور البردعي وحمدين صباحي وابو الغار، ويعني بلاغات عديدة جدا. طبعا كان في ايضا بلاغات بدات تتواتر علينا احنا بقى كصحفيين بلاغات، واحنا كنا مستنيينها من كل شويه نقول ها امتى، ما جاتش. جت طبعا كان في بلاغات قبل كده، النهارده بقى جات لنا بلاغات جديده. النهارده كان في بلاغ ضدي وضد عمرو اديب وضد يوسف الحسيني باثاره الراي العام والفتن وكل الحاجات اللي انتوا عايزينها بقى، وتاجيج مشاعر المواطنين واثاره الفوضى وتهديد السلم والامن القومي ونشر الاكاذيب واثاره القلاقل. حسيت ان انا مهمه جدا بصراحه، يعني حسيت ان انا لو بعمل كل الحاجات دي ياه ده انا يعني عندي هذا التاثير، انا اثير الفتن وتاجيج المشاعر واثاره الفوضى وتهديد السلم ونشر الاكاذيب واثاره القلاقل، كل ده في برنامج مدته ساعتين بيخلص على ساعه وربع بعد الاعلان. يعني بعمل كل ده، كل ده انا قويه للدرجه دي؟ مش عارفه، حسيت كده باهميه الحقيقه. لكن ده بلاغ مقدم ضدنا احنا الثلاثه، والبلاغات تطرى طبعا تتوالى، وهنشوف يعني هيبان. طبعا احنا ملتزمين بموقف نقابه الصحفيين، انا عضو في النقابه وكذلك عمرو وكذلك يوسف، انا شخصيا ملتزمه بموقف نقابه الصحفيين ازاء هذه البلاغات اذا ما استدعينا اليها. النهارده علاء عبد الفتاح الناشط السياسي ايضا ذهب كما قال لنا بالامس، ذهب الى النيابه اللي عملت له ضبط واحضار، وذهب هناك وكان الحقيقه في جمع من اصدقائه، وطبعا كان والده المحامي الكبير سيف عبد الفتاح كان موجود، وذهب الى هناك. ويعني خلونا نشوف ماذا قال بعد خروجه، صرف من النيابه. هو رفض ان يدلي باقواله، وقال لما تجهزوا يعني الاقوال، ان هو واضح ان هو متهم بالتحريض على حاجه في التويتر، مش عارفين بالظبط دقه المعلومات، لكن نسمع ماذا قال علاء عبد الفتاح بعد خروجه من النيابه. مفيش اي ادله في كلام مرسل، اغلبه مبني على كومنتات وصلت لي على فيسبوك او منشنات وصلت لي على تويتر، حتى مش كلام انا اللي كاتبه، كلام ناس بعتهولي. مش فاهم ازاي ده يبقى تحريض مني انا، ومفيش زي ما قلت تحريات ولا ادله ولا شهود. احنا رفضنا الاعتراف بالنائب العام وقلنا هاتوا قاضي تحقيق، وكمان رفضنا الاعتراف بقضيه مش كامله بالشكل ده وبس، فما ردتش على اي اسئله. قرار النيابه كان صرفي من سراي النيابه، لا بصرف مؤقت، يعني لسه القضيه شغاله. فوجئنا بالصحف ان في ضبط واحضار لعدد من الاسماء. علاء جه النهارده بلبس السجن، مجهز نفسه انه يسجن، ودخلنا قبل التحقيق طلبنا نطلع على الاوراق، فكانت المفاجاه ان في محضرين المفروض يتحقق معاه فيهم، فيهم محضر مش موجود، الملف في القضيه فيش فيه محضر. طب فين التحريات؟ مفيش تحريات. طب لا تحريات ولا اوراق القضيه كامله، انتوا بتعملوا ضبط واحضار على اي اساس؟ فطلبنا احاله القضيه القاضي تحقيق، وامتنعنا عن الادلاء باي اقوال لحين الاطلاع على كامل الاوراق. سابونا ساعتين وبعد كده قالوا اخلاء سبيل. ده المشهد امام دار القضاء العالي بعد ادلاء علاء عبد الفتاح باقواله، او بعد يعني ما ذهب الى هناك، لكنه رفض الادلاء باقواله امام النيابه. النهارده ايضا الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابه الصحفيين ارسل لنا خطابا لرئيس نيابه استئناف القاهره لتوضيح عدم مثوله امام النيابه. طيب خلونا نسمع من علاء عبد الفتاح. مساء الخير يا علاء. قول لي بقى حصل ايه النهارده؟ انا سمعت ساوند بايت او جزء من اللي انت قلته، بس اشرح لي بالظبط قالوا لك ايه، قلت ايه، ماذا حدث داخل النيابه؟ تمام. هو يعني انا رحت للنيابه مسلم نفسي، كان في حاله ارتباك بعد الفيلم اللي هم عملوه ضبط واحضار، ويجي فورا والبوليس يقول احنا حددنا مكان اقامته والكلام ده. رحنا النيابه لقيناهم مش جاهزين وقعدوا مطعمنا ساعتين، لكن يعني اخيرا بشروا التحقيقات. وانا طبعا مع اول سؤال رحت الرد بتاعي كان ان انا برفض اصلا التحقيق، انا ماشي امامكم وتحت امركم، لكن انا برفض التحقيق لاني لا اعترف بالنائب العام
وشايفه منحاز وغير محايد، ودللنا على ده بذكر بلاغات ضد الاخوان المسلمين في وقائع عنف، مش وقائع تحريض على عنف، تعذيب عند قصر الاتحاديه، تعذيب في مسجد بلال، وبلاغات لم يتم التحقيق فيها. وهكذا كل الاسئله اللي بيسالوها لي انا برد نفس الرد ان انا برفض التحقيق وبتاع، لكن مع الاسئله تكشف فينا انه بلاغ تافه جدا ومتهافت جدا ومفيش اي ادله، ويعني شيء مخزي انه النيابه تشغل بالها وانها تحقق فيه اصلا، خصوصا لما تبقى متجاهله بلاغات ثانيه بهذه. طب خليني اقول لك ان النيابه على صفحه الفيسبوك على صفحتها الرسميه على الفيسبوك قالت انه انك ادليت باقوالك ونفيت ان الحسابات هي تابعه لك او ان الحسابات دي بتاعتك. ما دي بقى الكارثه الثانيه، انه النيابه للاسف 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 بتكذب في بيانات رسميه، وبتكذب في كلام موجود مسبق في محاضر. يعني شيء غير مفهوم. والكذب ما بداش بهذا البيان، الكذب بدا ببيان قبله. انا امبارح لما اعلنا، لما الناس اللي قالت انها مش رايحه اعلنت موقفها، وانا قلت ان انا رايح بس برضو اعلنت موقفي من رفض النائب العام، قلنا عدم التحقيق في الانتهاكات اللي حصلت في الاتحاديه كتدليل مثال على فساد النائب العام. فطلع رد من النيابه بيان، يعني ما قالوش انه رد، لكن قالوا فيه انه احنا فتحنا التحقيقات في الموضوع الاتحاديه وطلبنا تحريات الشرطه والشرطه ما ردتش عليه. فالشرطه طلعت بيان قالت احنا عملنا تحرياتنا وحددنا اسامي متهمين، والنيابه هي اللي ما طلبتش ضبطهم واحضرهم. ماشي، فاذا النيابه او الشرطه كاذبين في البيانين دول. النهارده بقى تاكد ان النيابه هي اللي بتكذب، لان النيابه طلعت بالبيان ده اللي قال ان انا انكرت الاتهامات، ان انا رفضت الرد حتى على سؤال ما قولك في الاتهامات الموجهه اليك. انا ما قلتش انا بريء، انا قلت انا مش معترف بيكم. والكلام بقى بتاع ان انا انكرت الحسابات بتاعتي، انا رفضت ان اطلع على الادله اصلا. طيب هل هتتخذوا اجراءات تجاه ده، تجاه البيان ده؟ ايوه، احنا هنتخذ اجراء قانوني ضد النائب العام. انا لسه بس طبعا ما لحقتش اقعد مع المحامين عشان نتناقش في ايه هو الاجراء القانوني، لكن احنا هنتخذ اجراء قانوني، لانه السبب ان هو عامل الغلوشه دي هو عشان يخبي انه طلب دكتوره واحضرنا من غير تحريات. نعم. يعني هو لما بيدعي ان انا انكرت الاكونت، هو عاوز يخبي على انه هو ما ناظرنيش اصلا بتحريات، بتقول ان ده الاكونت بتاعي. هو الواحد لما هيقول لي ده دليل، انا مش هقول له ده دليل ولا لا، انا هقول له وريني تحريات على اساسها انت حبستني. على اساس الخطوه الجايه ايه على ايه؟ يعني هو بعد ما صرف الخطوه الجايه، يعني زي ما قلت الخطوه الجايه في القضيه دي في ايدهم هم، القضيه لسه مفتوحه، هم هيعملوا تحرياتهم وممكن يستدعوني تاني. وطبعا في المتهمين التانيين لسه مطلوب ضبطهم واحضرهم. اما الخطوه الجايه بالنسبه لنا، فانا هاخد اجراء قانوني ضد النائب العام لانه بيكذب في كلام مسبق في محاضر رسميه، ولانه ارتكب خطا مهني جسيم بطلب ضبطي واحضاري من غير ما يكون عمل تحريات. ده كلام خطير. القضيه بتاعتنا تافهه، لكن الكلام اللي عمله النائب العام ده خطير جدا. يعني مش تخيلي انه جارك مثلا لو انتوا في خصومه بينكم وبين بعض ممكن يقدم فيكي بلاغ، تقوم النيابه قبض عليكي من غير ما تتحرى عن صحه هذا البلاغ. عندنا بلاغات من غير ما تسمع اقوال اصلا جارك، بتجيبك برضه بالبوليس. فده كلام خطير جدا ولا يمكن ان يمر. قضية علاء عبد الفتاح ودومة وحازم عبد العظيم طلعت قضية تافهة لا تستحق هذا الاهتمام، لكن قضية هذا النائب العام قضية خطيرة جدا تخصنا كلنا. أشكرك علاء عبد الفتاح الناشط السياسي الذي تحدث لنا ليقول لنا تفاصيل، وزي ما قلت له ما حدث معه في النيابة، وزي ما قلت لكم النيابة متحدث رسمي باسم النيابة قال إن علاء تم التحقيق معه النهاردة وتنصل من الحسابين المنسوبين لي، وقال إن هم ليسوا له، وقررت النيابة إخلاء سبيله بعد ما أنكر ما نسب إليه بالتهمات. ده كلام النيابة اللي أنكره دلوقتي علاء عبد الفتاح ونفى. النهارده ايضا من البلاغات اللي بيتم التحقيق فيها هو ان هو بلاغ قدم الى النائب العام، والنائب العام حوله الى المستشار اسامه الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في المخالفات بقطاع الطيران وفي مخالفات قضيه ارض الطيارين. البلاغ ده يخص تاني الفريق شفيق، يخص السيد منصور عامر رئيس مجلس اداره شركات عامر جروب، ويخص ايضا السيد محمد الامين مالك او رئيس مجلس اداره سي بي سي. البلاغ بيتهمهم باهدار المال العام، وقائع باهدار المال العام. حاولنا ان احنا نستفسر، يعني كلمنا المستشار الصعيدي، كلمنا المحامي عشان نعرف ايه تفاصيل قضيه اهدار المال العام في ايه بالظبط. كان